وجسد المشرك حين ييبس فكل ما لاقاه ليس ينجس إلا الذي كان الذي لاقاه رطبا فذاك نجس نراه وإن تكن رطوبة في جسده ينجس ما لاقاه في معتمده قيل ولو نظف للبنان بالغسل والسدر وبالأشنان فإنها إن عرقت تفسد ما تمسه وطهره إن يسلما. ذكرنا في درس ماض مسألة طهارة غير المسلم من عدمها، والمقصود بذلك هم الوثنيون أو الذين لا يدينون بدين، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقد أباح الله عز وجل لنا الأكل من طعامهم وأباح لنا التزوج من بناتهم ونسائهم، لكن الوثني أو كما قلنا الذي لا يدين بدين أبدا فهو مشرك. واختلف العلماء هل هو طاهر أم نجس، هل طهارته حسية أم معنوية؟ قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهل هو النجاسة في المعتقد أو النجاسة حسية؟ رأي الجمهور من العلماء من مختلف المذاهب أن النجاسة هنا حسية، معنى ذلك أنه نجس، فإذا لامسته وأنت رطب، رطب اليد أو هو رطب المكان الذي لمسته منه كيده مثلا، فمعنى ذلك أنك لاقيت النجاسة فعليك أن تغسل يدك، وإذا كنت متوضيا عليك أن تعيد الوضوء. هذا على القول بأن النجاسة هنا حسية، ولكن على القول بأنها معنوية أي نجاسة الاعتقاد، إنما المشركون نجس أي معتقدهم الذي يعتقدونه وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى في كونهم يعبدون غيره من بقر أو شجر أو غير ذلك، هذه هي النجاسة. فالنجاسة حينئذ معنوية ولا تنجس أبدانهم ولا رطوباتهم. لكن هذه المسألة التي ذكرها الشيخ مبنية على أن النجاسة هنا حسية، وجسد المشرك حين ييبس فكل ما لاقاه ليس ينجس، معنى إذا كما قلنا إذا كان جسده يابسا ويد المصافح له أو اللامس له يده أيضا يابسة فحينئذ لا يعلق فيها شيء أو بها من النجاسة، إلا إذا كان الذي لاقاه رطبا فذاك نجس نراه وإن تكن رطوبة في جسده ينجس ما لاقاه في معتمده قيل ولو نظف للبنان يعني للأصابع ليده بالغسل والسدر وبالأشنان، والأشنان هو شجر، قال هنا بضم الهمزة شجرة الحرض تنبت في الصحارى والقفار أيام الأمطار.